مساء الخير للجميع، فقرة جديدة من فقرات قصة موسيقية، واليوم مع السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. السيمفونية التاسعة والتي تعرف باسم السيمفونية الكورالية هي آخر سيمفونية كاملة للمؤلف الموسيقار لودوفيغ فان بيتهوفن، وتعتبر واحدة من أشهر الأعمال على مستوى العالم، حيث يعدها البعض أعظم قطعة موسيقية كتبت على الإطلاق. لكنها رغم ذلك اعتبرت في زمانها خطأ جسيما يجب على صاحبه ضرورة تعديله. فما قصة هذه السيمفونية؟ لا شك أن الحركة الأخيرة للسيمفونية التاسعة لبيتهوفن تحتوي على واحدة من أشهر الألحان التي كتبت على الإطلاق. فمنذ أول ظهور لها في عام 1824 أعيد استخدام قصيدة الفرح بطرق لا حصر لها، سواء في العروض في حائط برلين أو حتى في الإعلانات الدعائية. وتستند الحركة الختامية في السيمفونية التي تجمع بين الأصوات البشرية والأوركسترا إلى قصيدة فريدريتش شيلر التي كتبها عام 1786، والتي تمجد فكرة إنسانية عالمية. بدأ بيتهوفن برسم الأفكار من أجل إعداد موسيقي للنص في أواخر العشرينيات من عمره، وبالنظر إلى الإعجاب الأولي بنابليون فإنه من المحتمل أنه انجذب إلى نغمات القصيدة الثورية. ومع ذلك فإن السيمفونية التاسعة ليست عملا من شباب بيتهوفن الثائر، بل إنها عمل متأخر. فبعد 12 عاما من سيمفونيته السابعة والثامنة وقبل موته بثلاث سنوات، مر بيتهوفن بكثير من المعاناة في حياته، ناهيك عن فقدانه لسمعه، حيث انخفض إنتاجه الموسيقي ولم تكن بعض الأعمال ذات جودة عالية، بالإضافة إلى معاناته الشخصية للحصول على الحق في حضانة ابن أخيه. واعتقد حينها أن زمن أشهر موسيقي في فيينا قد انتهى. فلماذا اختار بيتهوفن إعداد هذا النص؟ هل هو تعبير عن التفاؤل أو علامة على تقبل بيتهوفن لمصيره وتصالحه مع الحياة؟ أم هي محاولة لنقل رسالة قد يفشل كل شيء في إيصالها عدا الموسيقى وحدها؟ بالنظر إلى الأسئلة القوية التي تطرحها الحركة الختامية لهذه السيمفونية والشعبية الدائمة للحن الشهي، فمن المفارقة أن بيتهوفن ظن حينها أنه ارتكب خطأً، فبعد أدائه الأول قام بإعداد بدائل مختصرة لقصيدة الفرح. فالشكل السيمفوني كما كان مفهوما آنذاك لم يكن مجرد أداء موسيقي، بل يمكن القول إنه فئة من الموسيقى ينبغي أن تعلو فوق الأمور التي يمكن التعبير عنها بالكلمات فقط. فتم اعتبار إدخاله للكلمات ضعفا وخطأ جسيما، ومع ذلك فإن الخطأ الأكبر ربما كان في عدم الاعتراف بروعتها. ففي الأيام الأخيرة من الفترة التي سميت بالفترة الكلاسيكية، كانت السيمفونية عادة في نحو 30 دقيقة، ومع ذلك تحدى بيتهوفن الجماهير ليظلوا منتبهين هنا لأكثر من ساعة بلا كلل ولا ضجر. العرض الأول كان في فيينا في 7 مايو أيار سنة 1824، وجاء ذلك في أعقاب عريضة تصر على أن تكون المدينة أول من يسمع العمل الجديد. وحتى مع حضور العديد من المعجبين لم يكن العرض بتلك الجودة، حيث كان بيتهوفن لا يسمع الأوركسترا ويسبقهم بالإشارة. وفي لندن في العام التالي استقبلت الصحافة السيمفونية التاسعة بعدائية كبيرة، إذ قالت إن صمم الملحن وشيخوخته قد دفعه إلى الضلال وإلى كتابة هذا العمل الفوضوي. ووصفت مجلة أرمونيكا الموسيقية بلندن أداء السيمفونية أنه مخيف، وأنه بلا شك اختبر صبر الجمهور بقسوة. وقال البعض إنه يمكن اختصار العمل كثيراً، وأنه ممطوط بلا طائل أو مبرر. ولكن خلال عقد من الزمن
بدأت الآراء حول السيمفونية تتغير، وأدخلت فرق الأوركسترا المحترفة النظام في الأداء، فأصبح طوله الكبير غير ملحوظ، وأصبح اللحن أكثر الألحان المفضلة عالمياً. ومع ذلك فإن السيمفونية التاسعة التي تتألف من 4 حركات متنوعة بها جمال وبهاء لا ينحصر في الخاتمة فقط، وربما يكون التباين الأكثر إثارة للدهشة في هذه المعزوفة الأسطورية هو التصميم التركي، فالآلات الإيقاعية فيه تعزف بشكل يذكر بالفرقة العسكرية العثمانية، وقد جادل البعض بأن هذه الموسيقى الهادئة هي تعليق ساخر على الاحتفال الجاد بالنص والسخرية منه في بداية الأمر. وقد أضاف بيتهوفن كلمات إلى القصيدة نفسها من كلماته، يقول في إحداها: إن وراء النجوم اللامعة لابد وأنه يسكنها بالتأكيد. ومع العزف المصاحب تبدو هذه الجملة كما لو كانت لحظة مشعة خارج الزمن، ولكن هل هي بيان أم سؤال؟ وكما هو الحال في أعمال بيتهوفن السابقة، تقدم كلمات وألحان السيمفونية التاسعة لمحات من الجانب الإنساني للمؤلف، غير أن أعظم ما في الموسيقى، وهذه الموسيقى على وجه الخصوص، هو الطبيعة غير القابلة للديمومة فيها، والاستمرارية في التغيير ودخول الأصوات والآلات، ومن ثم التجدد المستمر، وهي مجرد سيمفونية أخرى، ولكن في الوقت نفسه قدم بها كيانا مستقلا بذاته، وهو كيان يستمر في التطور في السياق والمعنى مع تواتر الأجيال واستكشافها له. وأيا ما كانت الرسالة التي تقولها القصيدة والمعزوفة، خاصة في الجزء هذه القبلة للعالم بأكمله، فإن السيمفونية تقدم دائما أبعد من مبدعها الأصم الذي أبهر العالم ولا تفقد حقيقتها الخلابة. ألف لودوفيك فان بيتهوفن العديد من السيمفونيات، لكن السيمفونية التاسعة التي ألفها عام 1823 كان لها وقع خاص في التاريخ، سواء في لحظة تأليفها الذي أعقب زمن الثورات الأوروبية أو ما بعدها، إذ استلهم قصيدة أنشودة الفرح الغنائية للشاعر الألماني فريدريك شيلر ليخرج بها هذا الإبداع. إنها السيمفونية التي أحبها هتلر واستخدمتها النازية في أفلامها للدعاية، وهي التي تحولت إلى نشيد وطني لجمهورية روديسيا في حقبة إيان سميث التي تميزت بالعنصرية. توظيف السيمفونية لم يتوقف عند الأفلام النازية الدعائية، بل نجد السيمفونية حتى في الأعمال التي تنتمي للأنظمة الديمقراطية سينمائياً، وفيلم برتقالة آلية للمخرج الأمريكي الكبير ستانلي كوبريك تجسيد لهذا الحضور، ويسعى إلى إظهار تجليات وحضور السيمفونية التاسعة في مناح متباينة في الحياة المعاصرة والحديثة. وتكمن جذور فكرة الحرية في القصيدة التي تسكن سيمفونية بيتهوفن في التغيرات التي قام بها صاحب القصيدة الشاعر الألماني فريدريك شيلر، وذلك عام 1803، أي قبل نحو 20 عاما من إكمال بيتهوفن لسيمفونيته. حينما نشر شيلر القصيدة أعرب عن عدم الرضا عنها، مما دفعه إلى إعادة صياغتها بإدراجه مجموعة من التغيرات، مثل عبارة: كل الرجال يصبحون إخوة،
بدل المتسولون يصبحون إخوة الأمراء، وحذف عبارة الانفلات من سلاسل الطغاة، وهو ما يظهر لنا أن الحرية كانت أمرا حساسا يحضر ذكره صراحة. ولكن كيف أفلتت بعض الأبيات الثورية في القصيدة من أياد الرقابة، الرقابة التي كانت تحضر مسرحيات شيلر بين عامي 1793 و1808، مررت له عبارات عديدة يمكن اعتبارها ثورية بمقاييس ذلك الزمن، لتتحول قصيدته إلى رمز من رموز الثورة الفرنسية في تلك الحقبة. كان بيتهوفن على دراية بالقصيدة الأصلية والمنقحة معا، وما يؤكد هذا الطرح سعي بيتهوفن إلى تضمين بيت واحد من النسخة الأصلية في القصيدة، مفضلا عبارة استمروا يا إخواني في طريقكم على العبارة التي نقحها شيلر امضوا أيها الإخوة. لحظة انهيار جدار برلين في عام 1989 لم تكن لحظة عابرة، فهي محطة أعقبها إعلان انتهاء الحرب الباردة، وبدأ بزوغ أطروحة الليبرالية الجديدة المتمثلة في نهاية التاريخ حسب تعبير فرانسيس فوكوياما. ووفق هذه الرؤية يمكن أن نلمس أهمية سنة 1989 بكونها أعادت الاهتمام بسمفونية بيتهوفن التاسعة للعامة والنخبة معا، وتمت العودة إلى السمفونية باعتبارها تقدم إرثا تاريخيا للمنتصر، وذلك في استقبال هذا الحدث التاريخي الجديد المتمثل في إسقاط جدار برلين. وهنا تكمن أهمية العرض الذي قدمه المايسترو ليونارد برنشتاين، الذي أقيم في ديسمبر كانون الأول سنة 1989، حيث كانت فرقته تعزف سيمفونية بيتهوفن على جانبي جدار برلين الذي أسقط. وحتى تزداد أهمية هذا الأداء بالنسبة للمتلقي، أجرى برنشتاين تغييرا على قصيدة شيلر، حيث أدخل كلمة الحرية بدل كلمة الفرح المدرجة في قصيدة السيمفونية المعروفة باسم أنشودة الفرح. وهذا التغيير لم يكن أمرا دائعا آنذاك في الحياة المعاصرة، لذلك استطاع برنشتاين لفت الانتباه وإيصال رسالة قائمة على مركزية الحرية. ولا شك أن المحرك وراء قرار برنشتاين مرده إلى البعد الرومانسي الذي تكتسبه تلك اللحظة التاريخية التي شهدت سقوط جدار برلين، وهو ما يتوافق مع روح بيتهوفن التواقة للحرية، وكذا سمعة شيلر باعتباره شاعر الحرية أيضا. الاحتفاء بسيمفونية بيتهوفن لم يكن حبيس المسارح والعروض الرسمية في ألمانيا حينها، فالحركات الاحتجاجية الشعبية في ألمانيا وظفت أنشودة الفرح كأنشودة عالمية للاحتجاج والاحتفال، وهو ما تجسد بتسلق الشباب الألمان لجدار برلين وتجمهر الناس حولهم ليرددوا أنشودة الفرح بأنغام بيتهوفن، لتكون لحظة سقوط جدار برلين لحظة تظهر قيمة مقطوعة بيتهوفن عند العامة والنخبة، ولحظة تجسد النصر والحرية معا. عرض برنشتاين لم يكن الأول من نوعه الذي يظهر تبني الدولة سيمفونية بيتهوفن كرمز للسيادة والنصر، فأبرز حضور لسيمفونية في التاريخ الحديث كان في حقبة هتلر الذي كان معجبا بهذه السيمفونية، مما جعلها تحضر في عروض رسمية عديدة أبرزها الألعاب الأولمبية ببرلين سنة 1936. ليست فقط الأنظمة النازية والسلطوية هي من تبنت سيمفونية بيتهوفن، بل امتد هذا التبني ليصل إلى بعض أكثر الأنظمة الديمقراطية في التاريخ المعاصر، إذ جعل الاتحاد الأوروبي من لحن أنشودة الفرح لحنه الرسمي. يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه السيمفونية لا ترمز فقط إلى الاتحاد الأوروبي كجهاز في أوروبا بمعناها الواسع، وتعبر أنشودة الفرح عن رؤية شيلر المثالية بأن يصبح الجنس البشري إخوة لبعضهم البعض،
وفي عام 1972 تبنى المجلس الأوروبي نشيد الفرح لبيتهوفن نشيدا له. لم تكن الحركة الاحتجاجية الشعبية الألمانية الوحيدة التي وظفت أنشودة الفرح أثناء أحداث إسقاط جدار برلين، بل امتد صدى هذا الأمر إلى حدود الصين. ففي احتجاجات الصين عام 1989 أثناء انتفاضة الطلاب هناك، استخدم المتظاهرون سيمفونية بيتهوفن التاسعة لتحفيز ومنع إعلانات الحزب الشيوعي من الانتشار. ولم يكن اختيار سيمفونية بيتهوفن التاسعة من قبيل الصدفة، بل هو استدعاء لرمزية معزوفة كانت حاضرة حتى أثناء الثورة الثقافية في الصين خلال الستينيات. قدم سيجي أوزاوا مدير أوركسترا بوسطن عرضا للسيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وتميز هذا العرض بكونه عابرا للقارات الخمس في آن واحد. عزفت السيمفونية جوقة مؤلفة من 2000 شخص منتشرين في مواقع عديدة، بكين وبرلين وكيب تاون ونيويورك وسيدني. وتكمن أهمية هذا العزف المقدم فيما يمكن اعتباره أنه مزامنة دقيقة رغم تباعد أعضاء الأوركسترا المتناثرين في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعل السيمفونية تحظى بأعلى درجات النظام والدقة. وربما يمكن تشبيهها هنا بمعزوفة المسيح للموسيقار البريطاني جورج فريدريك هاندل من ناحية التزامنية الدقيقة، لكن الترجيح هنا للسيمفونية التاسعة لبيتهوفن راجع بالأساس إلى تأثيرها الثقافي الممتد. ومن هذا العرض يمكن أن نستشف أن سيمفونية بيتهوفن التاسعة جمعت المتناقضات، سيمفونية تبنتها الأنظمة الرسمية والحركات الاحتجاجية، تبنتها الأنظمة السلطوية والديمقراطية معا، كما جسدت السيمفونية الطابع الرسمي والشعبي في الوقت نفسه. هذه السيمفونية هي لحن عصرنا الحديث. شكرا على متابعتكم، وإذا أعجبكم هذا المحتوى المرجو الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وإلى الفقرة القادمة.